كانت البداية لاندفاع وانطلاق هذه الأسماء. أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى شعار هجن الرئاسة مع انطلاق شاهين. شاهين المركز الأول، ويقدم شاهين محمود جابر محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور في عالم التضمير، يأتي على الانطلاق الأول والاندفاع الأول. بينما المركز الثاني هنالك على ثاني التحديات مشكور من هجن الرئاسة يتواجد البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، من يقدم لنا مشكور على مستوى المركز الثاني. ثالث التحديات ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر يتواجد فهد مبارك بن محمد بن عيسى المطيوي، من يقود في عملية التضمير والمتابعة، يأتي هنا على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات هنالك هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فهد بن حصي بن فهد النعيمي. المركز الخامس يتواجد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافر يتواجد في عملية التضمير والمتابعة. بينما المركز الثامن، ثامن التحديات شعار هجن الرئاسة، يتقدم مع هملول والظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز السابع هنالك سراب لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، والمضمر سهيل بن سالم بن سهيل العامري. ننتقل مباشرة إلى ثامن التحديات وزعفران، زعفران القادم على مستوى المركز الثامن لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، ومن قدم زعفران فايز بن غفان بن حمد الجابري يتواجد هنا. بينما المركز التاسع، تاسع التحديات هنالك صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، سهيل بن سالم بن سهيل العامري يحتل المركز التاسع. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وندائنا الأول لمسيرة هذا الشوط. أكتفي بهذا القدر وأعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى التحديات، إلى تحديات الزمول المحليات الأصائل في شوطنا السابع الخاص بفتح الزمول المحليات الأصائل والقيادة والريادة هنالك على مستوى المركز الأول. القيادة مع شاهين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، السلالة الشاهينية المسيطرة على مستوى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. البروفيسور في عالم التضمير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم، هذا المضمر الكبير ليأتي هنا أولا مع هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني مشكور يحتل المركز الثاني من هجن الرئاسة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. يأتي على مستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث هنالك ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، متابع هنالك الأسماء القادمة، وصل هنالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري المركز الرابع وخامس التحديات. هنالك هملول يتقدم، هملول ايضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، فهد بن حصين بن فهد النعيمي، من يحتل المركز الرابع وخامس التحديات وخامس الانطلاقات. هنالك ايضا وصول من شعار هجن الرئاسه بقياده الظافر علي بن جميل الوهيبي، وايضا الوصول هنالك والانطلاق. مع سراب لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، سهيل بن سالم بن سهيل العامري، من بدأ يتقدم مع هذا الانطلاق الجميل والمميز. هذه الكوكبة مشاهدينا ومتابعينا الكرام من الزمول المحليات الأصائل، زمول هذه الدار، الزمول والدماء الأصيلة التي تسير هنا في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نتابع مع حضراتكم المركز
المركز الثامن، وهنالك يتواجد في هذه اللحظات يتواجد زعفران لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي، فايز بن غفان بن حمد الجابري المركز التاسع. تاسع التحديات، يتقدم صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، سهيل بن سالم بن سهيل العامري ياتي على المركز التاسع. هذه النتيجه مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات. 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات، وهنا القيادة والريادة مع شاهين من هجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتواجد في قمة التحديات وفي قمة المنافسة على مستوى المركز الأول. يقدم لنا هذه العروض الجميلة والعروض المميزة شاهين يحتل المركز الأول. شاهين يرتدي هذا الشعار العملاق، شعار مؤسسة هجن الرياسة والعزبة الخاصة. هنا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا شاهين على مستوى المركز الأول. المركز الثاني، مشكور يحتل المركز الثاني القادم أيضا من مؤسسة هجن الرياسة، يتواجد البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير والمتابعة. بينما المركز الثالث هنالك هملول من الجانب الأيمن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، فهد بن حصين بن فهد النعيمي المركز الرابع. هنالك سراب لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، سهيل بن سالم بن سهيل العامري يحتل المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصل في هذه اللحظات وتقدم هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فهد بن حصين بن فهد النعيمي المركز الخامس. هنالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري بدا يصلان. وهنالك ايضا الوصول والانطلاق الجميل، وصلنا جسر العبور، جسر التحديات، جسر النواميس، جسر الانطلاق، ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي مقدم لنا شاهين، اول العابرين الى ذلك الناموس، أول العابرين إلى الفوز والانتصار. يتقدم شاهين بشعار هجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي، أحد الأبطال، أحد الكبار، أحد النجوم في عالم التضمير يتقدم الآن. بينما المركز الثاني أيضا هنالك مشكور من مؤسسة هجن الرياسة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، من يقدم لنا مشكور بهذا الأداء الجميل والمميز على مستوى المركز الثاني. بينما ثالث التحديات وصل هملول، يتقدم هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فهد بن حصين بن فهد النعيمي يتقدم الآن على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك سراب لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، سهيل بن سالم بن سهيل العامري من يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنالك زعفران لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، فايز بن غفان بن حمد الجابري من يحتل المركز الخامس. وسادس التحديات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. وايضا هنالك الوصول والانطلاق من شعار هجن الرياسه مع هملول، علي بن جميل الوهيبي يتقدم بالجمايل، اسماء مميزه، اسماء جميله. 2 كيلومترات ما يفصلنا عن خط النهايه، ما يفصلنا عن الناموس والقياده الشاهينيه، القياده مع شاهين، السلاله الشاهينيه التي فرضت نفسها في كل زمان وفي كل مكان. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا شاهين مع هذا الانطلاق الجميل والمميز. المركز الثاني يتواجد مشكور من مؤسسة هجن الرياسة، وهنالك البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يحتل المركز الثاني. وثالث التحديات يتواجد هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فهد بن حصين بن فهد النعيمي وصل على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم هملول من مؤسسة هجن الرياسة، علي بن جميل الوهيبي، والوصول هنالك والانطلاق مع شاهين لسمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى شاهين من مؤسسة هجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مضمر شاهين يتواجد هنا على مستوى المركز الأول، على مستوى الصدارة، على مستوى الانطلاق الأول منذ البداية، وهذا الشعار متسيد وهذا المضمر مسيطر على تحديات هذا الشوط. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات وكيلو الناموس. وشاهين على المركز الأول، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وهنالك مشكور أيضا من مؤسسة هجن الرياسة يتواجد البارع عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي مقدما لاسم مشكور على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث وصل الآن هملول لينضم إلى دائرة التحدي ودائرة المنافسة، أيضا من شعارات هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي. ولكن نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط. شاهين المسيطر، شاهين المنطلق من هجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور في عالم التضمير متواجد على المركز الأول، يحمل الرقم واحد، يحتل المركز الأول محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. شعار هجن الرياسة يحصد هذا الناموس المميز للمرة السابعة على التوالي، وهذا الشعار مسيطر. تهانينا والناموس لشعار هجن الرياسة، لمؤسسة هجن الرياسة ولعشاقها ولمحبيها، أيضا تهانينا والناموس للمضمر القدير والكبير والعملاق هنالك محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني وصل مشكور من هجن الرياسة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. ثالثا هملول من هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي. المركز الرابع هملول اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فهد بن حصيب بن فهد النعيمي. المركز الخامس صوغان اسمه الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم العامري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 13 دقيقة 37 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل مشكور بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخليلي. التوقيت الزمني 13 دقيقة 40 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل هملول من مؤسسة هجن الرياسة. تهانينا والناموس للظافر علي بن جميل الوهيبي 13 دقيقة 41 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسمك اللهم نبدأ، على بركته نتوكل، منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون، أيها المستمعون، إلى فاضل